السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم ان شاء الله محاضرتنا عن الكومبليت سيراميك كراون او يسحولي بالاول سيراميك كراون. طلاب، بعد ما شرحنا الفول ميتال كراون وشرحنا ايضا البورسينيفوست ميتال، فقلنا الفول ميتال كراون راح استخدمه من احتاج سترينت خصوصا بالبوستيرير تيث، بينما البورسينيفوست ميتال هنا راح استخدمه من احتاج سترينت بلس الاستاتيك. تمام، قلنا من احتاج انه القوة والجمالية، فراح استخدم الفورسي انفيوست ميتال لانه الميتال راح نحصل من عنده الاكيوريسي فيت زائدا السترينث، بينما السيراميك راح احصل من عنده الاستاتيك. هنا بالفورسي انفيوست ميتال لاحظوا مشكلة الشيد بانه السيراميك دا يعكس لون المعدن اللي جواه، لانه قلنا السيراميك هو مادة شفافة بيها ترانسلوسنسي، فراح تعكس لون الميتال جواها، فهذه مشكلة. ليش؟ لأنه شيد مدى أحصل، أي بمعنى لون الأسنان راح يكون غير مطابق للون الأصلي للأسنان. هنا جينا حلينا المشكلة، استخدمنا فقط سيراميك اللي هو اليوم محاضرتنا اللي هو كومبليت سيراميك كراون. هنا الفكرة طلاب انه فقط راح استخدم السيراميك، تمام، حتى نحصل على شيد حلو، حتى نحصل على لون يشابه للناتشرال توث. زين، وفعلا حلينا هاي المشكلة، تمام، بس هنا طلعت لنا مشكلة ثانية اللي هي انه السيراميك اذا استخدمته واحدة راح يكسر السن. ليش؟ لانه السيراميك مادة بريتل. بريتل يعني شنو؟ يعني هشة، فلذلك السيراميك يكون more susceptible to fracture، يعني بسرعة ينكسر أو قابل للكسر. تمام، فهذا الشيء خلى هذا النوع من الكراون يكون the weakest type، أضعف أنواع الكراون. تمام، زائدا أنه هذا النوع مو conservative. ليش؟ لانه هسه راح نشوف يعني بتقدم المحاضره انه راح استخدم شولدر فينيشينج لاين، واحنا نعرف الشولدر فينيشينج لاين راح استخدم بالبير اللي هو فلات اند تيبر فيشر بير، اللي هو شنو؟ يعني بزاويه 90، اي بمعنى راح اخذ كميه هوايه من التوث ستراكشر. زين، فنرجع لموضوع الهشاشه. احنا قلنا السيراميك هو ماده هشه، لذلك ما راح اقدر اسلط قوة عليها، يعني ما راح اقدر استخدمه كبريج يعني مثلا، لا، راح نستخدمه كسنجل ريستوريشن، يعني بسبب هشاشة السيراميك خلته يكون فقط يستخدم كسنجل ريستوريشن، اي استخدمه بسن واحد فقط، وتحديدا الشي يسمونه الانسايزر، يا اما الابر يا اما اللور. تمام، فهسه مثل ما نشوف السطر الاول هو most aesthetically، تمام، يعني فقط احتاجه من اريد جمالية عالية، ويعني حكينا شنو بقية التفاصيل. زين، نجي على الانديكيشن، ايش وقت اقدر استخدمه؟ مبين بما انه سيراميك طلاب، يعني مادة بيضة، يعني شيء حلو، فاستخدمه واهم استخداماته من عندي هاي استاتيك ريكويرمنت، يعني احتاج جماليه عاليه، اكيد راح استخدم السيراميك. اوكي، زين، النقطه الثانيه من عندي بروكسيمال كاريز همين راح استخدمه. النقطه الثالثه الاندودونتيكالي تريتد تيث وذ ذا بوست اند كور. طلاب، احنا نعرف انه سن يعني التوث اللي مسوي له اندو تقريبا ما باقى من عنده شيء من التوث ستراكتشر، وهذا يخليه سن ضعيف. زين، هو السن ضعيف وجيت غلفته بسيراميك اهم ضعيف، خلاص يعني هيك راح ينكسر هذا السن. فلذلك هنا اشترطنا انه السن اوكي اندو عادي، بس بشرط انه مسوي له بوست اند كور. شنو هذا البوست اند كور طلاب؟ هو وتد، ان شاء الله راح ناخذه باللكتشر الثامن، يعني بعد لكتشرين. اوكي، هو وتد نخليه بداخل الكنل، اوكي، ويعني نخليه بداخل الكنل
ويمتد لمنطقة الكورونال، هذا شغلته يقوي لك السن، يعني خلينا نقول يصير بمثابة الدنتين. أوكي، فبهاي الحالة راح أستخدم السيراميك كراون، يعني إذا كان عندي السن إندو بس حاطي له بوست أنكور. زين، يقول النقطة الرابعة إذا عندي الإنسايزل إيج انتاكت يعني سليمة يعني ما بيها شيء، هم راح أستخدم السيراميك كراون. من عندي favorable distribution of occlusal load، يعني الاكلوزال لود طلاب، يعني مثلا شي يسمون الاطباق مالتنا واللود اللي يصير على منطقة الاكلوزال، يعني مثلا بالاكل او شي يكون متوزع ما باقي على منطقة واحدة. يعني اذا كان متوزع فأوكي اقدر استخدم السيراميك كراون، بس اذا كان متركز بمنطقة واحدة فهذا السيراميك راح ينكسر. ليش؟ لان هو مانت بريتل. اوكي، فلازم يكون distribution occlusal load. هسه نجي على contra indication، شو وقت ما اقدر استخدم هذا النوع من السيراميك؟ يقول لمن superior strength required، يعني من احتاج قوة عالية لازم استخدم هنا شنو؟ استخدم ال PFMC اللي هو شنو؟ porcelain infused metal crown، يعني ما راح اقدر استخدم الـ all ceramic crown. النقطة الثانية يقول thin teeth facio-lingually، يعني السن thin يعني ما باقي بشي، يعني يكون كلش thin يعني انه تحيف او خفيف صغيروني. زين، هو السن صغير انه بجيت غلفته بسيراميك طلاب ما راح يبقى من عنده شي، او سوري يعني راح ينكسر حتى بالتحضيرها ما راح يبقى من عنده شيء فعلا، لانه شيء يسمونه قلنا راح نستخدم الشولدر فينيشينج لاين. زين، هي الشولدر راح يعني مثل ما نقول بالعامية تطبر لك السن طبر، فما راح يبقى بي شيء. زين، فاذا شو عندي ثين تيث ما راح اقدر استخدم الاو سيراميك كراون. يقول اذا كان عندي الاكلوزال لود ما متوزع، هاي نفس النقطة شوفوها، هاي نفس النقطة اللي حكيناها، قلنا إذا كان الإكلوزال لود ديستربيوشن أقدر أستخدم السيراميك، أما إذا كان متركز بمنطقة واحدة فهنا راح ينكسر السيراميك، فإذا أصلاً ما أستخدمه. يقول إذا كان insufficient coronal to structure for support، يعني السن كلش قصيروني، أوكي هنا ما راح أقدر أستخدم السيراميك كراون. ليش؟ لأنه قلنا نفس السبب طلاب، السيراميك مادة هشه تحتاج كمية من السن هواية حتى تلزمها حتى تقاوم الوضع. زين، يقول إذا كان عندي age to age occlusion، يعني ذول اللي يطبقون أسنانهم بس ما يصير هذا الأطباق الطبيعي، لا يعني تكون الانسايزل ايج مات الأبر راح تطبق على الانسايزل ايج مات اللور، فيصح لإيج تو إيج إكلوجين هنا، يعني بما أنه ديسر الأطباق بهالحالة فإذا السيراميك راح ينكسر شيء أكيد، هاي يعني نكون واثقين من هالسالفة، فهم ما يصير نستخدم السيراميك هنا. إذا شو عندي بروكسيزم ذول اللي ما أعرف شنو بالعربي بالضبط، بس هو يعني ذول اللي شلون نقول يعني يطحنون بأسنانهم، أوكي فمن راح يطحنون بالأسنان، يعني معناته الشي يسمون الانسايزل ايج مالتهم تكون ماكو يعني. زين، ونفس الوقت حتى إذا حطينا سيراميك هم راح ينكسر، لأن هم مستمرين بطحن أسنانهم، أو يعني بالعام يمكن يسحوا له يقزون على أسنانهم، فهم ما يصير أستخدم هذا النوع من السيراميك كراون. هسه نجي على الأدفانتج. أوكي، نجي على شيء يسمونه الادفانتج مالت السيراميك كراون. قلنا هو سوبيريور استاتيك، يعني شنو؟ يعني استاتيك مالته كلش عالي بس السترينث مالته مو عالي، هاي ركزوا عليها. من عندي جود تيشو ريسبونس ايفن فور سب جنجيفال مارجن، يعني هنا راح يوالي من اللثه، ما راح يسوي لكم اي يعني التهابات او فد الريتنت، فيقول
good tissue response even for subgingival margin. حتى إذا استخدمنا الفينيشينج لاين يكون جوا اللث يعني subgingival, لأنه إحنا مثل ما قلنا subgingival غير مريود دائما, يعني ما مريود هذا وما مرغوب, بس هنا بالسيراميك لا عادي يعني ما يأثر على اللثة. تمام. الادفانتج مالته slightly more conservative official wall. ها تذكرون طلاب بالبورسلين فيوست ميتال من قلنا رح ناخذ هوايه من جهه الفيشيال اللي هو قصد الليبيال او البوكل, فقلنا رح ناخذ من عنده هوايه حتى يكفي مكان المن للميتال وللسيراميك. هنا أنا لا ما راح احتاج اخذ هواي من عنده لانه انا فقط مغطي بسيراميك. نجي على الديز ادفانتج مالته. اول شيء هو شنو ما بي سترينث مقارنه بالبي اف ام سي اللي هو شنو بورسلين فيوست ميتال, فيكون ريديوس سترينث. ثاني نقطه بروبر بريبريشن extremely critical, يعني شنو يعني الدي بريبريشن شويه نكون حذرين بقلنا لانه يعني خطر وحذر همينا او انه ما راح نحصله بسهوله, وقلنا راح نستخدم فينيشينج لاين اللي هو الشولدر فينيشينج لاين فراح ياخذ هوايه من السنه. زين. النقطه اللوخ هو less conservative preparation, نفس الشيء قلنا لانه راح ناخذ هوايه من السن. A brittle nature of the material, نوع المادة المستخدمة اللي هو السيراميك يكون هش. وأهم الجزء المادج مادة اللي نقدر نستخدمه كsingle restoration only, يعني ما راح أقدر أستخدمه كبريدج. تمام. زين. نجي هسا على the preparation. بس قبل the preparation أكو شغلات يصح على الـ preparation requirement, هاي لازم نعرفها. أول شيء يكون الـ preparation مالتنا لازم طلاب يكون long as possible to give support to the porcelain. طلاب يعني احنا قلنا طول السن كلش مهم موضوع الـ شو اسمه موضوع يعني الريزيستنس والريتينشن, وهم يعطيك سبورت يعطيك قوة يعطيك دعامة للسن يعطيك دعامة للكراون, فلازم السن اللي انت محضرة يكون لونج. يعني اذا كان عندي شورت بريباريشن او شورت توث هنا ما رح يفيدني. زين. لانه رح ينكسر. النقطة الثانية يقول راح نستخدم shoulder finishing line, الويدث مالته لازم يكون 1 ملم طلاب. زين. زين ليش دو استخدم shoulder؟ حتى يسوي لي provide a flat seat to resist force directed from incisal, حتى يعني شنو الseat اللي هو يعني المكان اللي يقعد عليه الكراون يكون flat, فبالتالي راح يقاوم اي قوة جاية من incisal. The incisal edge تكون flat and should be prepared with a slight inclination toward the lingual. يعني شنو وين ما منتجه المنطقة incisal edge احنا نلحقها, يعني هاي اتفقنا عليها من زمان بانه اني اتبع الاناتومي ما تتوث. شكو sharp angle اني لازم اشيله. تمام. يعني اشيله يعني شنو يعني اسويه rounded حتى نقلل الستريس كونسنتريشن, فبالتالي ما راح يصير اي خطورة او ما راح يصير اي فراكتشر. بعد شنو عندنا طلاب, it should be avoided on teeth with the edge to edge occlusion relation, وهاي حكيناها بالكونترا انديكيشن, قلنا اذا كان الشخص يكون edge to edge occlusion هنا نتجنب استخدام السيراميك لانه راح يصير فراكتشر. النقطة الاخيرة طلاب يقول the occlusion on all ceramic crown is critical for avoiding a fracture, يعني كلش حذر او يعني شلون نقول يعني الكريتيكال انه يعني هذا السن ممكن ينكسر. اوكي. فالكلوجن بهذا النوع من السيراميك يكون كريتيكال. زين. فيقول السنترال كونتاكت ار ذا بيست كونفايد تو ذا ميدل ثيرد اون ذا لينجو سيرفيس. شوفوا طلاب احنا شنو من نطبق أسناننا حاولوا هسه تطبقونها, تلاحظون بأنه الحافة مات
اللور تيث اللور انسايزر راح تطخ بالميدل ثيرد مات اللينجوال سيرفيس مات الأسنان الفوق. فدي يقول هو هذا الأطباق المناسب، يعني ما يصير إيش تو إيش، لازم الحافة مات اللور توث تطخ باللينجوال سيرفيس مات الأبر توث، وتحديدا منطقة الميدل ثيرد. طلاب نكمل الستيبس ان بريباريشن. هسه الخطوات مات تحضير السن. شوفوا طلاب، من بعد ما شرحنا الفول ميتال كراون فنفس الحكي راح يتكرر ترى، يعني هم نحضر السن نسوي جروفات. فقط اكو شغلات بسيطه تتغير، اللي هي شنو نوع الفينيشينج لاين المستخدم، نوع البير المستخدم برسم الفينيشينج لاين، والارقام. فقط هاي الشغلات اللي راح تتغير، ترى نفس الحكي نفس الحكي بالضبط، تمام؟ فحاولوا انتم تلخصون من كل لكتشر من ذن اللكتشرات بعد ما تفتهمون الفكرة التحضير، فقط تلخصون نوع البير ونوع الفينيشينج لاين والارقام، يعني ايش قد اخذت من البوكل، ايش قد اخذت من اللينجول، ايش قد اخذت من الاكلوزال. فقط هذا المهم عندكم، اوكي؟ تلخصوها بورقة من تكملون قراءة هاي اللكتشرات، تمام؟ هسه راح نجي على الانسايزر ريدكشن، راح نحضر منطقة الانسايزر. ليش؟ على اعتبار انا هنا دا اشتغل لمنطقة الانتيرير، قلنا اشتغل للسنجل ريستوريشن. فيقول كومبليت ريدكشن اوف انسايزر ايج شود بي بروفايد 1.5 إلى 2 مليم، يعني الكليرنس او يسمونه يعني شلون اقول لكم كمية السن اللي راح ناخذها من الانسايزر ايج تكون 1.5 إلى 2، تمام؟ All mandibular movement، يعني راح نشيك هذا الكليرنس اللي صار بعد ما نقول للمريض انه يحرك الشي يسمونه الاسنان مالته بكل اللي هو المانديبولار موفمنت. طلاب يعني بجهة اللاترال بروتودد ريتروتد، اوكي؟ فيحرك الفك مالته لازم نشيك هذا الكليرنس يكون 1.5 إلى 2، تمام؟ ليش 1.5 إلى 2؟ يقول هذا مهم حتى نحصل أعلى أستيتيك، أوكي؟ وبلاس إنه راح نحصل من عنده سترينث عالي، تمام؟ قلت قبلها إنه راح نستخدم الفلات إند بير، هو هذا اللي راح استخدمه. ليش؟ لأنه إحنا راح نسوي شولدر فينيشينج لاين. زين، هذا الفلات إند تيبر دايموند بير راح نخليه parallel to the incisal inclination. قلنا طلاب بمنطقة شو يسمونه anterior teeth أنا لازم ألحق incisal inclination. ليش؟ لأنه هي راح تكون path of insertion مالتي، تمام؟ فوين ما متجه أنا أتجه وياها، إذا كانت vertically، إذا كانت buccal inclination، lingual inclination، أنا ألحقها، تمام؟ ف هاي الفكرة. زين، إذا أريد أجي أسوي posterior teeth فراح يكون 2 ملي من منطقة الإكلوزال، أوكي؟ راح نجي هسه نفس الحكي المعتاد، depth orientation groove راح يكون 1.3. هاي على شنو الطلاب؟ على اعتبار أنه من نسوي depth orientation groove ما راح أستخدم 1.5 كليتها، لا راح تكون أقل، يعني 1.3، لأنه إحنا بعدين من نسوي smoothing للتوث فهم راح يأخذ من السن، فحتى يصير ضبط 1.5، أوكي؟ فإذا depth orientation groove راح نسويها منطقة incisal edge بالflat end بموازاة incisal inclination، هذا نفس الحكي اللي حكينا. فبعدين راح نجي نشيل المناطق اللي صارت بالincisal، شوفوا يعني نشيل شو يسمونه كمية السن اللي صارت بين الـ depth orientation groove، اوكي؟ يعني بهالحالة راح يصير عدلة نشيلها، قلنا ايش قد الكمية؟ 1.5. فالـ incisal edge او اللي هو الـ incisal clearance راح نشيكه قلنا بالـ centric والـ eccentric relation، وهاي مثل ما دا تشوفوا.
بعد ما حضرنا منطقة الانسايز الطلاب راح نجي هسه نحضر الليبيل. الليبيل قلنا بالانتيريورتي الطلاب حتى بالبوستيريور ترى السن ما جاي عدل، السن ما جاي عدل طلاب، اوكي جايب اكلوزال بلين او يصحوله بالش يسمونه الانسايزال بلين وجاي بالجنجايفال بلين. يعني هسه دا تشوفون الش يسمونه سنترال مالتكم يعني ترى ما جاي عدل، اوكي لا صاير شلون نقول مقوس، فهو هذا المقوس كأنما دا نقسمه بالنص فرح يصير منطقة الانسايزال بلين والجنجايفال بلين. فاذا هنا نفس الفكرة هم راح نسوي depth orientation groove مقداره 1 مليم. هاي الارقام مهمة طلاب كلش مهمة زين. راح يكون همينة بموازاة الانكلينيشن هاي بمنطقة الانسايزال طلاب، بس من اوصل للجنجايفال لا راح يكون بموازاة اللونج اكسس، اوكي زين. وراح نشيل المناطق اللي صارت بين الديبث اورينتيشن جروف وبس. يعني هاي الفكرة كليتها وقلنا نوع البير المستخدم زين. وهذا مثل ما دا نشوف طلاب شوفوا هنا يقول ما يصير، شوفوا هاي الصورة اللي على اليسرى الأولى يقول ما يصير نحضر السن عدل لأنه رح نضرب البلب، بينما شوفوا الصورة اللي بصفها شوفوا احنا ميلنا البير باتجاه شو يسمونه جنجايفال بلين، وهم رح نميله باتجاه الانسايزال بلين حتى ما نضرب البلب. قلنا اهم شيء نتبع الكونتور حتى نتجنب البلب اكسبوجر. اللينجوال ريدكشن نفس اللي صار بالبي اف ام، البي اف ام اللي هو بورسيني فوستيميتال قلنا هم راح نحضره بنفس التحضير اللي هو يعني شنو نفسه همينه ماي فول ميتال كراون، هم راح استخدم شامفر فينيشينج لاين ونحضره، بس هنا شنو راح يكون ديبر يعني شنو اعمق شويه تقريبا 1 مليم زين. وهذا هو التحضير اللي حكينا عليه. منطقة السنجلم راح تكون 0.8 اما باللينجوال راح تكون همينة 0.8 يعني شنو نفس القياسات يعني مال ذاك اللي حضرناه، بس هنا تكون ديبر تكون اعمق ومقدارها 0.8. اما منطقة السنجلم شو يسمونه يعني احنا تعودنا انه راح نستخدم سمول ويل دايموند، هذا نوع البير المستخدم. اما باللينجوال فطلاب راح استخدم هنا انه الشولدر فينيشينج لاين يعني مو مثل البورسلين فيوز يسمونه بورسلين فيوز مينتال، يعني هناك استخدمنا شامفر هنا شولدر، فلذلك راح استخدم فلات اند تيبر في شربير. وهذا مثل ما نشوف طلاب اللي على اليسرى هو هذا الدايموند بير البلوك شو اسمه هسه عندنا البروكسيمال ريدكشن از دون ان ذا سيم مانر از ذا فول ميتال كراون، هم نفس الفكره راح استخدم الشامفر فينيشينج لاين لانه ده يقول نفس استخدام او نفس تحضير الفينيشينج لاين اللي سويناه بالفول ميتال كراون. هم راح اجيب النيدل بير راح اسوي حركه الاب داون نشيل للمنطقة البروكسيمال، بعدين راح نجيب لها شنو راح نجيب لها الشامفر فينيشينج لاين وراح نشتغل تمام. بعد ما خلصنا هذا التحضير سوينا الانسايزل سوينا البوكل سوري سوينا الليبيل سوينا اللينجوال خلصنا البروكسيمال، راح نجي على سموثينينج. يعني قلنا ضروري سموثينج بعد التحضير حتى نشيل اي شارب انجل حتى ما تصير منطقة ستريس كونسنتريشن اريا زين. نجي على اخر موضوع طلاب انواع الفينيشينج لاين المستخدمة بالاول سيراميك كراون، اوكي قلنا راح نستخدم الشولدر راح نستخدمه بالاول اراوند هاز بين از ا جنجايفال فينيشينج لاين، اوكي فقلنا راح نستخدم شولدر او الراديوس شولدر زين. the depth and the contour of shoulder is established with the tip of the flat taper في شربير، يعني يصير بالحافه مالت الفلات ان تيبر في شربير.
شارب انجل لازم نسويها راوندد حتى ما تصير منطقة ستريس كونستريشن اريا. يعني اذا هسنا سألنا على نوع الفينيشنج لاين طلاب راح استخدم شنو الشولدر او الراديو شولدر فينيشنج لاين بكل ال شو اسمه بكل السيرفيس. يعني ماكو شانفر ابدا, يعني ما عليكم منطقة البروكسيمال قلت يمكن شانفر, لا فقط راح استخدم شولدر او الراديال شولدر كل السيرفيس. نجي هسه على الاكريليك جاكيت كراون. شوفوا طلاب هذا مصنوع كاملة بمادة الاكريليك ريزن, هاي مادة تكون بلون السن. هذه زينة كلش وكذا, بس اكو مشكلة انه هي تكون discoloration, يعني بعدين راح يتغير لونها, فهمين راح تفقد الكونتور مات السن, وهمين راح يصير poor adaptation, يعني فيها صفات مو زينة. زين فيستخدموها ك selected patients such as a young patient. يعني شنو يعني المريض انه بعده بطور النمو, يعني بعده صغير, فنخلي له هاي المادة بين ما يكبر حتى نسوي له فتشي definitive, يعني فتشي نهائي. فيقول راح استخدمه باليونج patient for whom other type of crown restoration. اوكي لحد ما يخلص الاربشن مالته قلنا. most of time هذا النوع قلنا راح يستخدم the temporary crown, يعني فتشي مؤقت لحد ما الشاب يكبر. بعد شنو عندنا بالنسبة للتحضير مالته, فنفس التحضير اللي استخدمناه بالأوسيراميك كراون. شوفوا طلاب هنا مرات يصحوا لبورسلين جاكيت كراون, هو نفس الأوسيراميك كراون, يعني حتى لا تختلطون بالتسمية. أوكي وهذا دا أشرحه هسه الأكريليك جاكيت كراون. قلنا شنو أهم الديسادفانتج مالته, إنه بور مارجنال فتنس بور تيشو ريسبونس, يعني راح يأذي للثة, يصير بالديسكلاريشن ويا الوقت, وراح يكون loss of the contour, يعني شنو wear easily. وبس والله ان شاء الله افتهمتوا وشكرا.